رجعنا لكم مع عبد الله حرفوش، اختصاصي في التوجيه الاستثماري والاقتصادي، يعني حديث الساعة. اهلا وسهلا استاذ عبد الله. اهلا وسهلا، ثانك يو لكم. شرفنا. خليني اقول بالبدايه انه باللقاء السابق وقتها كنت معنا بمارش بشهر 3، انا بتذكر كثير منيح من بعد اللقاء قلت لك حضرتك كثير متشائم. ليش؟ بتخيل اليوم اخذنا يعني شفنا النتيجه على الارض. بيبقى نسالك كبدايه قبل ما نغوص بالحديث اكثر واكثر، استاذ عبد الله، هل الاخطار الاقتصاديه بعدها متصاعده؟ اول شيء انا بتشرف ارجع اكون معكم هون، وثانك يو لاستضافتنا من جديد، لانه صراحه هذا السؤال اللي كنا عم نحكيه قبل في كثير عالم وقتها، حتى من قبل لما كنا عم نحذر من هذا الوضع اللي نحن واصلينه. ونحن اليوم كاقتصاديين ما شغلتنا نكون يا ايجابيه يا متشائمين او غيره. انا اليوم في ارقام قدامي، هول الارقام اذا كانوا ايجابيين بقول انه الوضع رايح ايجابا، فبنحكي بكل موضوعيه بكل موضوعيه طبعا. اذا الارقام سلبيه بطبيعه الحال بده يكون جواب سلبي. فاليوم اجى نعطي امل مثل اللي كانوا عم يعملوه من سنه ومن وقت تشكلت الحكومه لوقت ما من بعدها، ودائما ايه ويلا ونحن رايحين على شغل وعلى عمل والى ما هنالك، ويعطوا امل للعالم فيك انا بسميها. غلط انه من انه يجوا يصارحوا العالم ويقولوا نحن اليوم بمأزق كثير كبير بحاجه نظهر منه، تنظهر منه الخطه 1 2 3 ويشتغلوا عليها. اوكي. للاسف عيشوا العالم بامل كثير كبير، بنفس الوقت ما في شغل كان بالمره عم ينشغل حقيقه، لبل خلافات دائمه موجوده بقلب حكومه موجوده. توصلنا لمرحله انه الارقام اللي هي اصلا سلبيه كملت تكون سلبيه اكثر واكثر. اذا بتساليني هلا عن رايي بالموضوع بقول لك بعده الامر سلبي جدا، صار لانه الارقام صارت سلبيه اكثر. واليوم اللي عم بيصير بالبلد صار له تقريبا شهر مسكر، شهر وشوي، نعم 40 يوم بالضبط. انتبه ما بحط الحق على حدا، لانه الحق قد ما هو على الاحتجاجات الاوقات كانت تسكير طرقات وغيرها، قد ما هو بعد اكثر على الطبقه السياسيه اللي ماشي بالفساد صار لها 30 سنه. صحيح. واليوم مينيموم بالاخر الشعب يقوم، بس كمان بنفس الوقت بدنا ننتبه انه نحن هلا امنا بشكل كثير مهم. بدنا نعرف نوجه هيدي الثوره بشكل مزبوط او هاي الانتفاضه بشكل مزبوط لمطرح ما ينهار البلد على الكل. لانه اليوم انا عم بحكي بمنطلق اقتصادي مش بمنطلق سياسي ابدا. طيب المنطلق الاقتصادي بيقول نحن صرنا سنين عم نمشي عم نمشي عم نمشي عم نقرب على الهاويه، هلا صرنا عليها على اولها. اوكي. كتر خير الله صارت هالانتفاضه هلا، لانه كنا رح نروح عليها اصلا عاجلا او اجلا. صحيح. لانه يعني قله المسؤوليه وقله الوطنيه من السياسيين الموجودين، كل واحد باله بحاله، وصلتنا لهون. طيب بس من هون وبالرايح يعني صار بدنا خطوات انقاذيه بشكل سريع، وانا كنت حطيتها بفيديو لإلي على اليوتيوب. شو الخطه الوحيده اللي ممكن تنقذ لبنان؟ شو هي؟ ما في غيرها صراحه. بس تتنعمل بده يكون في قرار انه تنعمل. يعني اذا اليوم ضلينا بهذا المراوحه اللي نحن فيها، اول شغله تتنعمل بدها تتشكل حكومه. طبعا اليوم نحن بعد اتفاق الطائف، رح احكي بارت صغير سياسي ومجبورين لانه مفصولين عن بعض، بس لا يفهموا المشاهدين. بعد اتفاق الطائف اليوم صلاحيات والسلطه الاجرائيه اللي هي بتمشي بكل شيء صارت بايد مجلس الوزراء مجتمعا. صحيح. بطلت بايد رئيس الجمهوريه مثل ما كانت قبل. سو اليوم اي شيء بده يمشي بالبلد بده يمشي بمنطلق حكومه. اوكي. فاليوم اهم شيء تشكل حكومه. هلا المشكله وين؟ المشكله انه الكل عم بيطالب بحكومه بس ما حدا قبلان يتنازل للثاني، فاذا ما رح تتشكل حكومه. يعني اليوم اذا بدنا حكومه تكنوقراط 100% في فريق سياسي بيعتبر انه هيدا الشيء عم يضربه سياسيا وعم يضرب الانتخابات وعم يضرب النتائج تبعه تيشيلوه برا. طب ما هن ضربوا شعب بكامله. هن ما الفكره صاروا فريقان. يعني الفريق عم بيقول انا مع وفريق عم بيقول انا ضد. والعالم بدها حكومه تكنوقراطيه ببلد طبيعي، لازم يكون في اكزاكتلي هيدا المنطق. يعني بغض النظر عن نحن شو بدنا. True. هو هيدا المنطق. True. بس كمان نحن بحاجه نوصل لحل. تنوصل لهذا الحل بنظري اول شغله بدها تتشكل حكومه. بغض النظر شو شكلها، تكنوقراط، تكنو سياسيه، اكيد مش سياسيه لحالها، بيكون شيء اختصاصيين عم يشتغلوا على هذا الموضوع، بيكون ممثلين هالشعب يلي موجود على الارض. اليوم ما بقى فينا نغفل وجوده، ما بقى فيهم يجوا يقولوا 17 تشرين ما صارت ويرجعوا مثل قبل. سو بده يكون في بالبلد في كثير عالم ذكيه، في كثير عالم اوادم، في كثير عالم مرتبين. اليوم بده يصير في تنازل من اثنين.
نحن اليوم في فريقين، فريق ما يسمى بالسلطة وفريق ما يسمى بالشعب. نعم. الشعب الموجود على الأرض. الفرق انه الشعب بعد ما عنده قيادات، وهيدي يمكن بمطرح مطارح كثير ايجابيه ومطرح سلبيه. في مطرح ثاني السلطه بتقول لهم يخي تعوا حدا يحكي، طب كيف حدا يحكي عنكم تنعرف شو مطالبكم وشو بدكم. اذا بدنا نشكل حكومه انه نحن ما رح نفل، هلا تنكون منطق ما رح يفلوا دغري، خلينا تعوا فوتوا معنا مثلا. بس مين بده يجي يفوت ما عم بيعرفوا. سو هون نحن فتنا مراوحه طويله عريضه بتأنذر بالتاني. هلا بغض النظر شو بده يصير بالحكومه، هذا شيء بيرجع للسياسيين وللسياسه، ما كثير بفوت فيه. الهدف تتشكل حكومه باسرع وقت، لانه اليوم المصارف ما بقى تحمل، الشركات ما بقى تحمل. اليوم الشركات عم بتسكر بشكل كثير كبير، الموظفين نحن اليوم بعدنا بسميها نحن بمرحله السكره، بعدنا مشينا على الفكره. يعني بعدهم العالم قادرين بالسيفنجز الصغيره اللي معهم بالبيت يصرفوا، بعدهم قادرين شوي يسحبوا، بعدهم عم بيقبضوا معاشات اخر الشهر. بكره هلا كله بلش ينزل بنص معاش نص دوام. بلشوا هلا بلشوا بالعمل. طبعا بلشوا، واللي ما بلش هلا هذا الشهر اوله مبلش اكيد، واللي ما والنص دوام بعد شهر وشهرين بصير ربع دوام وربع معاش او برا. صح. فهون بصير عنا انفجار اجتماعي خطير وقتها، لانه العالم صارت ثلاث ارباعها بلا بطاله. يعني اذا كان في 40% 30% بلا بطاله بنتخطى ال 60% وهيدي مشكله. صحيح. ساعتها هون بصير شو الحل؟ وهول المشكله كل ما تطول الحكومه ما بقى فيها منا بسهوله رجع المفعول رجعي تبعها. اذا رجعت بعد خمس اشهر شكل هل هيدا اللي بدهم اياه استاذ عبد الله لحتى يمكن نوصل لمرحله الاخطر من الخطر مثل ما ذكرت حضرتك؟ وبنظرهم انه هيدا الشعب وانس وصل على الهاويه رح يتلف ويتراجع، هيدا اللي بدهم اياه؟ المشكله بدنا نحدد مين بده شو. يعني هل يا ترى ما هي كله صار بده هلا بفوت، اول شيء بتبلش مظاهرات بعدين كله بيدخل على اللعبه. السياسيين بدهم العالم يتعبوا او غيرها لحتى تريح. بدنا نشوف شو بدهم منا كمان برا، لانه اليوم نحن مرتبطين بشكل مباشر بالخارج. ما نضحك على حالنا، نحن اليوم عملتنا 70-80% مدولره بالدولار. مزبوط. يعني بنكنا المركزي مرتبط بشكل كثير كبير بالبنك المركزي الامريكي بالولايات المتحده، واليوم اي قرار بيتاخذ ما فينا ناخده بلا غفله من الولايات المتحده او غيرها، وهلا من هيك عم بيطالبوا انه يصير كله بالليره. مزبوط. نفس الوقت في اكثريه الاحزاب والسياسيين بلبنان تابعين لدول برا. سو نحن المشكله انا خيفان انه هالصراع الخارجي اللي عم بيصير بين روسيا والصين وامريكا وكذا يكونوا عم بيجربوا يستثمروا. من هيك انا بكل فيديوهاتي دائما بحذر من سيناريو مش شبيه لجريس. نحن منا اليونان، منا بلد بطائفه واحده، ومنا باتحاد اوروبي يجي يشيلونا. نحن اكثر سيناريو تبعنا ممكن يكون قريب لفنزويلا. فنزويلا حاليا عندهم هايبر انفليشن 600% نازله عملتهم. امبارح ارتكل حاطينها الايكونومست اكثر من 4 مليون ونص صاروا هربانين فلين، يا محل التهجير يعني. لا من النخبه، من اصحاب المصالح، من الطلاب، من الكذا، حتى من العمال، لانه بطل في شغل، الوضع تعبان جدا. حتى اخر شيء كاتبين انه العصابات اللي عم تسرق وعم تنهب بلشت تفل، بطل في شيء تسرق. ليه هيدا الشيء صار؟ صار لانه رئيس الجمهوريه اللي هونيك مدعوم من روسيا، ورئيس البرلمان اللي ضده مدعوم من امريكا واوروبا. لا هيدا بده يتنازل ولا هيداك بده يتنازل، فاتت الامور ببعضها، اكلوها الشعب. انا اليوم ما بيهمني نحن مدعومين من مين ومين كذا، انا اليوم بيهمنا لبنان. طبعاً. بيهمنا الشعب اللبناني، بيهمنا نحن قاعدين بلبنان. أكيد. يعني بكره هيك حاله شهر شهرين ثلاثه اربعه نحن بنسكر وبنفل. طيب عبد الله اذا تشكرت الحكومه، اوكي رح نبلش بالستبس. شو البارت الثاني؟ يعني خلصنا من تشكيل الحكومه، اليوم تتشكل الحكومه. اول شغله بدها تنعمل بالحكومه من بعدها دغري ينقر اصلاحات. اكيد الورقه الاصلاحيه اللي كانت انقرت قبل بدها تعديل جدا، لانه كانت شوي وهميه. بده يتوضح وينعمل ورقه اصلاحيه. اول شيء انا برايي كيف بدها تكون الحكومه، بده يكون في ممثلين على الحراك، ممثلين عن الثورة موجودين بقلبها. وأنا ضد فكرة إذا واحد كان بالحكومة يعني ما في عارض، بالعكس لازم يكونوا جوا تيفضحوا كل شيء عم بيصير. Exactly. هيدي أول مرحلة لحتى بعدين ننتقل للمرحلة الثانية لاستلام السلطة كاملة إذا هيك البلان. أوكي. أول مرحلة بيفوتوا بيستلموا الوزارات الأساسية اللي هي صناعة، زراعة، اقتصاد، عمل، تربية. بينعمل لجان لهول للثورة أو بينعمل لجان للحراك فيها اختصاصيين، وهول الاختصاصيين بيكونوا
ويا مرتب اختصاص بالاقتصاد، اختصاصيين بالتربيه، اختصاصيين بالصحه والى ما هنالك. اوكي، هول بيكونوا عم بيتابعوا كل شيء عم بيصير بقلب الحكومه، ووزراء المسؤول ضمن الحراك او غيره بيكونوا كل نهار احد. اليوم انا مع انه يصير في دائما يضل ماشي هذا الحراك لحتى يضل في ضغط، لانه اليوم ما فينا نتكل بقى على السياسيين الموجودين هن يضغطوا على حالهم، بده يكون في ضغط على الارض. بس بلا تسكير طرقات تسكير بلد بنظري، لانه هيدا عم بيسكر علي انا. ما طيب ضغط على مين اذا صارت الحكومه وتشكلت الحكومه؟ على مين ببلش الضغط لتطبيق؟ اليوم بتعرفوا انه كل حكومه لها بيان وزاري. بيان الوزاري تبع هذا الحكومه بده يكون اصلاحات مبنيه مع تواريخ معينه، وهول التواريخ بدهم يتابعوا. يعني اليوم مجلس الوزراء مع الحراك الموجود بقلبه الوزراء مع اللي برا بدهم يكونوا عم يضغطوا لحتى يلتزم بالتواريخ مظبوط، وينعمل الاصلاحات المفروضه من تنقيب عن النفط كان المفروض نبلش هذا الشهر. من كيف ثاقبت التوقيت يعني؟ كله عم يثاقب يعني، صار لفتره من هيك بقول لك. ما من هيك بقول لك برجع ل ما بعرف تقاطع مصالح خارجيه او غيره، بس اليوم في عنا تنقيب عن النفط اللي هو ممكن ينقذنا بشكل كثير كبير. في عنا قصص كثيره مصريات سادر، اليوم مصاري سادر عنا 11 مليار، هن ما رح يعطونا اياهم دغري، بس بمجرد ما نعمل خطه اقتصاديه ويبلش ينمشى فيها وهيدي الحكومه تاخذ ثقه الشعب، تاخذ ثقه بالثقه الاحزاب وبرا، ساعتها اليوم فينا نعمل شغلتين. اول شغله نبلش نعمل اول شيء كيف نحن شاطرين كثير بالسوشيال ميديا وبتجييش الراي العام العالمي، عندنا كثير دياسبورا برا. مزبوط. كيف كان ينعمل مؤتمر الطاقه الاغترابيه وكيف كان ينعمل الامور؟ ساعتها بنطلب بشكل سريع من اللبنانيين اللي موجودين برا واللي متمولين كثير، مش $1,000 مش 2000 مش 5، يجوا يحطوا ودائع بلبنان لنقدر نهدي عملتنا حاليا، لانه نحن اليوم العمله اللبنانيه عم تفرط وراح تفرط اكثر واكثر تدريجيا. يعني هل بتشوفوها بالصراف 1900 و2000، اذا ضلينا بهيدي الحاله بنوصل ل 4000 5000 يمكن 6000، بينما المصارف اليوم ما لنا قبلنا هي تبدل. يعني اليوم سعر الصرف الحقيقي ما انه بالمصارف، سعر الصرف الحقيقي عم بالصراف. اليوم المصرف بيحول لي على 1510 كانه بعالم ثاني، باخذ انا الدولارات تبعي باللبناني بدي اطلع صرفهم برا على 2000 خسرت فيهم. اليوم الخساره بطلت صغيره، يعني $1,000 صاروا مليونين ليره. صحيح. يعني صارت 500,000. صح. سو هي اول شغله بينعمل هي الخطه الانقاذيه، بينطلب منهم يحولوا حوالين ديبوزيت لحتى مؤقتا نثبت الوضع بلبنان، العمله يعني اللبناني، لانه نحن معروف بنظامنا بما انه دولار نحن بحاجه لدولار تنقدر نثبت الليره. مزبوط. اذا ما في دولارات وما في دولار مزبوط الليره في مجال تخسر من قيمتها لانه رابطينهم ببعضه. هلا بقول لكم بالاخر كيف بنفك هذا الارتباط بس بشكل مدروس، لانه في هلا عالم عم بيدعوا لازم ينفك الارتباط هلا، وهذا شيء كثير غلط. بس اوريدي كان في مستثمرين حاطين مصرياتهم بالبنوك هون، بدهم يرجعوا يوثقوا بالبنك ويرجعوا يحطوا المصاري. من هيك عم بقول لك المفتاح هو حكومه بيوثق فيها الحراك، بيوثق فيها الاحزاب. يعني اذا اليوم الاحزاب بدها موجوده ما بتوصل الحكومه على مجلس النواب، ما هو مين بده يوافق عليها؟ مجلس النواب اللي هو مؤلف من مين؟ من اكثريه معينه. اذا هول الاشخاص ما كنا راضيينهم بمطرح من المطارح ما رح تتشكل حكومه. اذا فكرنا نشيلهم رح نحن عم نروح على تصادم بالنسبه لإلي، لانه في فريق بلبنان كثير قوي ومعه سلاح، في فريق ثاني يعني بيروح على فوضى بالعرب الدير. بس هيدا ما بدي احكي فيها لما نحكي نيجاتيف، خلينا نحكي انه تشكلت حكومه، بينطلب ينبعث ودائع بشكل كثير كبير، لانه اليوم هيدي نحن بحاجه لانقاذ للوطن. بيرجع بنفس الوقت ببلش العمل على تقويه الصناعه، تقويه الزراعه، تقويه الاخبار. يعني الليره ثابته رايقه شوي، بالوقت الجاي بنبلش ناخذ مصاري من صادر، مصاري من برا. وانا هون عم بحذر اذا ما استعجلنا واخذنا المصاري العالم كله مش بس لبنان جاي على كريزه اقتصاديه عالميه بال 2020 و 2021. اذا وصلت هالكريزه ونحن بعد ما كنا قدرنا ناخذ المساعدات بعتقد رح يلغوا لنا اياهم اساسا اصلا. مزبوط. وقبل انا كنت ضدهم بس هلا معهم، قبل من سنه كنت ضدهم لانه نحن اليوم معروف وين الهدر تبعنا. الهدر تبعنا ب 6 مليار دولار، نحن العجز تبعنا 5.5 مليار. 6 مليار واضحه وضوح الشمس. يس. ان كان مليارين بالكهرباء او مليار ونص بالجمرك وغيرها او مليار بالاتصالات او حتى بالبقايا القصص اللي من هون ومن هون عم بتروح، هول اذا بنجمعهم لوحدهم بسكروا العجز تبع الدوله. صحيح. من هيك نحن دولتنا منا دوله فقيره، نحن دوله غنيه. بس مشكلتنا نحن انه نحن دوله مسروقه منهوبه.
سو بدنا نوقف هذه السرقه. يعني بلشنا بسوء التنسيق ولكن مش هيدي الكلمه اللي بتعبر ابدا عن الحاله. وصلنا لمرحله عم نحكي عن سرقه، وفي كثير اقتصاديين عبد الله قالوا انه واضحه، يعني طبعا في كثير مصاري تحولت لبرا. بدي اعرف هل اماونت الكبير باي طريقه اولا ممكن انه نحن نحوله لبرا؟ يتحول لسبب واحد، سوري، لسبب واحد، لانه المصارف هي مملوكه من مين؟ هن اصحاب رؤوس المال السياسيين. سو هن عم بيحاولوا. يعني انا اليوم بيجوا عند العالم بيقول لك ممنوع تحاولي، انت ما خصك فيه، بس اليوم معروف كل بنك مين الشير هولدرز ومين. طب قد ايه هالبنوك رح تفقد الثقه عند المواطن؟ قد ايه؟ صراحه اوريدي فقدته. فقدت اكزاكتلي. اليوم حاطين كابيتال كنترول وموقفين ممنوع ممنوع، هيدي كلها ما عم تعمل شيء الا عم بتزيد الخوف عند العالم. يعني اليوم بيقول لك بنك ممنوع تسحب اكثر من $1,000 بالجمعه، عم بيروح الشخص يسحب $1,000. مزبوط. قد ايه في يسحب؟ بيقول له قد ايه في يسحب؟ يمكن من قبل ما كان يسحب $1,000 بس هلا بنخوفه. بس ما هيدا بدنا نحكي فيه، يعني وقت اللي نحن بنحكي على صعيد وطن وبنقول لا في دولارات ما تعتلوا هم، مش مثل ما انتم متصورين او مثل ما حطوا لكم براسكم. بس الواحد اليوم عبد الله تعا فكر، يعني ماليا انا اوكي وطني وكل هيدا عم نعمله كرمال ننقذ الوطن، ولكن ما انا بدي انقذ عيلتي، بدي انقذ حالي. مش بس هيك، يعني حلو باي الواحد طريقه يكون وطني. ايه بس المؤتمن على مصرياته هل يا ترى وطني ولا لا؟ هذا السؤال. يعني انا وطني حطيت مصرياتي وطاروا المصريات، شو فادتني وطنيتي؟ ما اكزاكتلي. يعني هيدي تترجع لاعب لك، تترجع الثقه، بده يكون في حكومه موجود بقلبها على القليل نص الحراك، وعلى القليل يضلوا بالشوارع بيضغطوا عليها لحتى يكفوا ايدهم عن السرقه الموجودين اوريدي. لانه اليوم بلا ما يكون في حدا عم بيراقب من جوا، نو واي تقدر تشوفي شو عم بيصير، شو الكومبين بسموه عم بيصير، شو الشيء اللي عم بيظبطوه، شو الأصول الامور تحت الطاوله اللي عم تتقطع. بس برضه الشعب مش راضي بحكومه تكنو سياسيه. ليه مش قادر؟ مش قابل، هي مشكلته. هون صار حق على الصوت. ما هون يعني هلا صار في كونفليكت. ما هيدا اللي عم بقلك. طيب ما بقى يوثقوا بحدا ولو كانوا بيناتهم ولا يعني اليوم بيقولوا يوثقوا بحالهم. انت بتفوتي لجوا بتفطحي، انت فايتي باصلاح شغلتك اذا عملوا غلط. ليكي سؤال انا رح اعطيك اكزامبل. انا هلا بلبنان ما في قانون، اذا ما في دركه او ما في شيء عم بيصور بمشي بعكس السير او على اشاره حمراء. مش في كثير لبنانيين بيعملوها. ما هيدا اللي بدنا نقوله. بس إيه؟ اذا رحنا على يوروب او حتى بلبنان اذا وقف الدركه ما بنقعد نتحرك. طبعا. طيب خلي يعمل حراك دور البوليس بقلب الحكومه. الحكومه. هن مش مطلوب يوثق فيهم، اذا بيوثق فيهم يعني بقول لهم اعملوا حكومه سياسيه. مطلوب انه بس. قد ايه بصير في قلاعيد من تحت الطاوله قد ما كان يا استاذ عبد الله يعني. معك بس هون شو الحل؟ الحل انه في فريق نو واي يظهر. انا عم بقول لكم نو واي يظهر، واذا ظهر نظهر بحرب ما بيظهر. وفي فريق ثاني منه قادر يفوت. انا برايي الحل لا هيدا يظهر كليا ولا هيدا يفوت كليا كاول مرحله. الوطن لمين؟ مش للشعب؟ معك بس ما هن كمان عندهم شعب. يعني اليوم صحيح. اذا هلا بتنزلي بانت يعني الفكره هي للشعب، بس ما هلا تسييس الحراك اللي صار باخر جمعه جمعتين ثلاثه ادى لانقسام بيرجع حزبي اكثر من انقسام هيدا، اكثر من انقسام شعب على الحل. ما هيدا اللي بدنا نلغيه مش نتفاداه، هلا عم نتفادى ولكن هيدا بدنا نلغيه. اول مرحله ما فيك تشيليه دغري، انا بنظري اول يمكن بس رايي غلط. المرحله ما بقى تحمل، يعني 30 40 سنه عم نحكي هلا بجت الامور اوكي ترو. ولكن ما فينا ناخذها كمرحله يعني كبدايه. خليني اقول ولو انه يمكن اكبر مرحله، على كل حال هيدا الحديث ما بيخلص، بدنا ناخذ بريك ونرجع نكفي مع استاذ عبد الله. خليكم معنا. شرفتونا. محطتنا الأخيرة وبعدنا مستمرين بالاستثمار والاقتصاد مع الاختصاصي في التوجيه الاستثماري والاقتصادي أستاذ عبد الله حرفوش. أهلا وسهلا أستاذ، كنت عم تقلنا على الخطة اللي وضعتها تشكيل حكومة ووضع لجان من الثورة لمراقبة الأوضاع بالحكومة. مزبوط. من الداخل. من هذا المنطلق نرجع نحن اليوم منبلش نركز على الأمور يلي بتخلي الاقتصاد تبعنا ما يعود اقتصاد رائع. يعني نحن اليوم ب30 سنة ركزوا المصارف على أنه العالم تحط مصاري بالبنك
فايدة عالية. اليوم أي مستثمر أو أي حدا بده يفتح بزنس أهين له يحط مصاري، خصوصا آخر سنة سنة ونص اللي صار وصلوا الفوائد لل 15%. يعني أنا اليوم إذا بدي أفتح بزنس بتجيب لي 10% أو 12% أو 13% أو حتى 15%، قول شو بدي بهالخطورة بلكي ما مشيت، بحط مصرياتي بالبنك بس بريحهم كرمال لحتى تاخذ على المستريح تاخذ الفوائد ويصرفوا منهم حتى وما يشتغلوا منه. هلا هون الهدف اليوم يتحول اقتصادنا لاقتصاد منتج، مش تنرضي دولة من هون ودولة من هونيك. نحن اليوم عندنا صناعة، هذه الصناعة ضربناها، عندنا زراعة، زراعة ضربناها. لما نكون مثلا لبنان من اشهر البلدان بنطلع بطاطا وبنروح نستورد بطاطا من برا، طب هون شو عم نعمل المزارع اللبناني؟ ما في ولا سياسة اقتصادية انحطت لقدام مزبوط قبل او انشغل عليها لحتى تشيل كل هالسكترز. ان كان البيئة، يعني معقول نحن اليوم بلد ما عنده كهرباء؟ بلد عنده 100 مليار دولار ما عنده كهرباء، وهي بايخة ابيخ شغلة ممكن تعملها. واحد بده كهرباء شو بيعمل؟ بيعمل معمل كهرباء. بده يشيل زبالة شو بيعمل؟ معمل لزبالة. بس اليوم في إرادة إنه كان ما ينعمل. هون الضغط بده يصير لحتى هول الورقة الإصلاحية أو البيان الوزاري اللي بده يكون مبني على نقاط إصلاحية مع تواريخ محددة، ولو ما كانت النقاط الإصلاحية المثالية 100% يمشوا فيها بالدور لحتى من ميلة نقدر ناخد مصاري من سادر، نقدر نبلش نقوي البنى التحتية. اليوم مصاري تبع سادر كانت مخصصة لتقوية البنى التحتية، وهال 11 مليار أكيد ما رح يعطونا إياهم دغري، بس كل مليار ورا مليار بلش يمشي حسب قد ايه الدولة ملتزمة بالإصلاح ولا لا. واليوم كان عنا مثل من برا رقابة، قبل كانوا يعطونا باريس واحد، باريس اثنين، باريس ثلاثة. هلأ بنحكي عن هيدي الخديعة اللي أنا بنظري كل ما يجي لبنان تينهار يجوا يكبوا له مصاري تيغرق أكتر. أنا بالنسبة لي يعني اليوم ما بشوف إنه حتى المجتمع الدولي اللي كان عم يعطي مصاري لهول الأشخاص هو عم بيعرف إنه عم يسرقون، عم بيعرف إنه عم يرجع يتدين، ولا ما كانوا وصلوا لباريس 2 وباريس 3. بس هون بيرجع علامات الاستفهام من المخطط الدولي لا شيء للبنان بعدين، من هيك عم بيغرقوه أكتر بالدين لحتى يكون محاصر. تنرجع لللوكل، هون من هالمنطلق بيجوا الوزراء اللي موجودين بالحكومة، واللي من هيك عم بقول لكم كانت انه الوزارات الأساسية تبع الصناعة والتربية والزراعة كل هول الأخبار اللي هي بتجيب مصاري تبع سادة جايين عليها، هول هول لازم يكونوا بإيد الحراك ما يكونوا بإيد ال اوكي لنوثق ونقوي لحتى نوثق لحتى هن يوثقوا يعطونا اياها. طالما عم بيشوفوا البلان تبعنا عم تمشي من ميلة، جعنا زبطنا الكهرباء ووفرنا مليارين دولار، من تاني ميلي وقفنا الهدر بالمرافق العامة. اليوم التهريب عم بيصير مش بس بالمرافق الغير شرعية، عم بتصير على البور، عم بيصير بالمطار، عم بيصير على المصنع، عم بيصير على كل هول المرافق الشرعية، وهن عم بيصير اللي بيقدر بالمليار ونص. فهول لوحده صرنا 3.5 مليار. نحن عجزنا 5.5 مليار، مزبوط، ومليارين كمان معروف بين الاتصالات وبين آخر شيء هالمليار اللي كسرت الظهر تبع الدولة تبع سلسلة الرتب والرواتب. وأكيد قصص الأموال المنهوبة كيف نسترجعها إلى ميكانيزم تاني قضائي، بس لأنه هاي بتاخد وقت كتير، لأنه اليوم القوانين تبعنا والتشريع تبعنا بيسمح بالفساد. مثل اليوم في قانون بيقول أنه فيك تلزم بالتراضي. شان تلزم بالتراضي؟ يعني بيجي اليوم بيتفق والوزير مع متعهد معين، مثلا نعمل جسر جل الديب مثلا او جسر انطلياس، بدنا نعمل جسر معين قد ايه بكلف؟ 10 مليون. اوكي 20 مليون سوا، 5 لك 5 لنا، بيمضي له 20 مليون وراحت الخبريه. سو بتكون مبرره، بتكون مكلف قانون بالقانون بالقانون. فاليوم تنرجع لهالمواضيع المنا واضحه، تخيل بنرجع لسنه 1995 تشوف قد ايه كلف الجسر وقتها وقد ايه كان الحديد وقد ايه كان كذا. هولي قصص مستتره، ولكن في قصص واضحه هيدي لازم نستردها، مثل اللي صار بالاسكان، مثل اللي صار بسلسله الرتب والرواتب اللي حذرنا منها اول ما انعملت، انه انعملت بشكل انتخابي ما انعملت بشكل حقيقي. لانه اليوم مش معقول مثلا صاحب السكك الحديد، هذا المدير العام تبع سكك الحديد يلي حرام من ترين لترين بيضلوا عم يتنقل لحتى يشوف اذا الركاب منيح، بيقبض مثلا 4 مليون او 3 مليون 700 بعدين بيدوبلوا له اياها، بينما الموظف يلي عم يقبض يلي او الجيش او الدركه او اللي عم يقبض مليون او 900 او مليون و200 بيزيدوا له 500 الف. فاللي صار كان جدا ما بعرف اي اقتصادي حط سلسله الرتب والرواتب، كسرت ظهر الدوله، هي اخر شعره يعني فرقت المليار الاخير بين هن على اساس
بفوت المبلغ بيسكر، يعني الضرائب اللي فرضوها على العالم بتسكر المبلغ يلي منعطى، طلع لا هي بتفوت مزبوط لانه في تهرب ضريبه كثير كبير، ولا هيديك بتادي طلعوا اكثر، فرقت مليار الخبريه تقريبا بس هون انكسرت نهائيا، وبلشوا يوقفوا الاسكان بعد ما صارت قصه الاسكان واضحه بشو صار وقتها مع بعض الوزراء السابقين او غيرها ما رح نسمي هلا. فاليوم بسهوله نحن بعد سنه من هلا عم ناخذ مصاري من صدر، عم المغتربين هن مثبتين الليره حاليا، عم يقوى الاقتصاد نتفه نتفه من سنه سنتين ثلاثه، بكون وصلت الانتخابات اللي وراها، زبطنا الكهرباء، وقفنا الهدر تدريجيا، عم بحكي يعني هيدا الحل الوحيد. هلا في عالم يمكن يسمعوني يقولوا بدي اوقف الهدر، بدي اوقف، ايه صار الوقت نوقف الهدر، صار الوقت انه ما بقى نكون مثل ما مثل ما كنا قبل 30 سنه. يعني بس بدك 5-6 سنين، بدك على القليل سنتين اكيد تطلع منها. انت اليوم بمشكله صارت 30 سنه، ما نحن وصلنا على الحفه يعني ما هيدا اللي عم نقوله نحن كجعل، يعني مشكله 30 سنه اذا تطلع منها بسنتين لا انجاز، الشعب انجاز فيه يعيش، فيه يناضل، فيه يبقى لسنتين. اذا في هيك حكومه ما اذا في هيك حكومه في هيك ثقه، الحل ما بقى له الشعب حل الا انه يضحي بعد السنة. اذا شفنا طرف الخيط 100% لسبب واحد، لانه اذا هلا ما ضحى بقى زياده، بس مش يضحي كرمال السياسي، يضحي بشيء قدامه طبعا. اذا هلا ما ضحى يعني رايحين على انهيار يا محلى فنزويلا وغيره، ساعتها رح يضحي كل حياته، رح خلص صار رح يروح بخراب. سو وان صار هيدا الشيء بالتوازي بصير اقتصادنا يقوى، صناعتنا تقوى، سياحتنا تقوى، زراعتنا تقوى، السيرفيس تبعنا والخدمات يقوى، نعمل ورشة تشريعيه جديده تتواكب التطور. نحن اليوم بلد من اقوى البلدان فينا نكون بالتليكوم، لبنان كثير ذكي، لبنان عم بيروح لبرا عم بيطلبوه، يعني يمكن هن مبسوطين اللي عم بيصير لحتى ياخذونا لعندهم برا الاجانب او غيره. إيه مزبوط. لحتى لانه المخ، لانه بيشتغل مزبوط. بالكودينج بالويب سايت بالاونلاين بكل هول الاخبار، كل الاختراعات، كل يعني كل الانجازات يعني عم بتصير برا من لبنانية. من اذكى الشعوب بالعالم، بس ما عم نعرف نتصرف ببلدنا للاسف. من اذكى الشعوب من ناحيه الشغل ومن ناحيه التجاره، ما عم بيخلونا. استاذ عبد الله يعني مثل ما ذكرت انت هلا حطيت لنا النقاط كلها بالتسلسل ورا بعض، يعني الشعب المش متعلم وبيعرف انه هيدي هي الطريقه الوحيده، فيري سمبل فيري كلير، هن عارفين ولكن ما بدهم، يعني هيدي صارت واضحه، هيدي محسومه انه هن ما بدهم. طب كنا عم نحكي بس تكمل اخر بارت. سوري اخر شيء، بعد ما يكون عم يقوى الاقتصاد سنه سنتين وصلنا لبعد سنتين، هون ببلش لانه الليره اللبنانيه صارت ترجع تستحق، صارت بقيمه 1005 دولار، بقيمه 1005 حقيقه، مش لانه عم يدفعوا له. يعني هلا اذا بتفك الارتباط بين الدولار والليره ما بعرف يمكن حوالي 2700 3000 4000 قد ايه بيكون، حتى يمكن يوصل ل 6000. من هيك انا ضد فك الارتباط حاليا دغري بالدولار، مجبورين ضلنا مثبتين قد ما فينا. بس من بعدها هي لوحدها مثل كل دول العالم الليره طبعا او العمله طبعا اليورو استرليني استرالي كل هول العملات هن قوتهم بقوه اقتصادهم، مش بقوه اذا عندهم دولارات ولا غيرها طبعا. سو هون بصير قوه العمله اللبنانيه بقوه اقتصاد اللبناني. وانس الاقتصاد اللبناني صار على القليله الألف الدولار بيسوى 1005 حقيقه بلا ما نكون خرج يتثبت، ساعتها بنبلش فك الارتباط بالدولار. وهون بنرجع لعملتنا الوطنية، لأنه أصلاً هيدا اللي انعمل الارتباط بالدولار هيدا سبب كتير كبير لتمويل منظومة الفساد. كانت الوسيلة يعني، هي كانت وسيلة لتمويل منظومة الفساد، لأنه عادة أي بلد بيعملها على سنتين ثلاثة تيثبت العملة، لأنه بيكون الأكابيتو أو الرأس مال عم يظهر بيثبتها بهالطريقة تكان قوى اقتصاده، بيرجع بعد ما يقوي اقتصاده بيرجع لعملته. أنا بروح على أوروبا بيقولوا لي بدي يورو، امبارح كنا بقبرص من سنه ما بيتعاملوا غير بيورو، بروح على امريكا بيقول لي دولار، بروح على بلدان بيقولوا بدنا عملتهم. لا هي ابسط الامور استاذ عبد الله، اليوم وقت اللي مثلا اعتبر بده يجينا مصاري من برا، اعتبر من امريكا تحول دولار، اليوم اذا رحت انا اقبض دولار، ما انا ببلدي يعني انا عملت لبناني، فكان مفروض من الاول اكزاكتلي اني اقبضهم دولار. بس كل هالفتره اي متى نحن بلشنا نحكي بالليره اللبنانيه على الاو ام تي؟ من حوالي كم شهر او 15 exactly. لا لانه وصلوا لمطرح بدهم دولار، هن بدهم دولار حتى يضاينوا، مش لانه وطنيا لازم نتعامل صحيح، لهن بدهم دولار صاروا يقولوا لا يلا باللبناني. يعني التمهيد صار هلا كثير واضح على عيوننا، وهون في دور كثير اساسي ودور كثير يعني بين سياسيين وبين مصرف مصارف
أدوا لهذا الشيء يصير، لأنه اليوم مصارف ربحت كثير بهذه الأمور، ربحت كثير بهندسات مالية انعملت، واليوم معروف أنا اليوم في كثير عالم بيقول لي ما تخوفوا اللبنانية، نحن ما عم نخوف اللبنانية. ولكن أنا رح أحسب شغلة، اليوم المصرف شو شغلته بالحياة؟ بياخذ مصاري من الشخص بيقولوا إنه لا ما تعطلوا هم صيتكم محفوظين. طيب اليوم شو بيصير؟ بس نشوف الميكانيزم للعالم يفهموا. انا اليوم حطيت مصاري بالبنك، وطب حط مصاري تيدفعوا لي فايده، بده ياخذ هذا المصرف ويشغلهم. المصاري يروح يشغلهم طبعا. يوجوالي عاده بشغلهم بقصص انمائيه، بقصص كذا، بتجاره ببرا والى ما هنالك. اكثريه المصارف اللي فتحوا فروع برا اكلوها، ان كان بتركيا، ان كان بسوريا، ان كان بمصر، مصارف اللبنانيه، لانه ثقه بالربيع العربي متد على كل هول اول شيء. فرجعوا على لبنان. لما رجعوا على لبنان وصار في بعض المشاكل بالبنوكة ما رح نفوت فيها ديتيل، اجا مصرف لبنان عمل هندسات مالية تينقذهم. هالهندسات المالية كانت التالية، واحدة منها انه تعوا خدوا دولارات من العالم، انا بعطيكم حطون ودايا عندي، بعطيكم 30-40% وصلت، انتو اعطوا العالم 15%. صار العالم عم تاخد 15%، المصارف عم تربح 15%، يعني صاروا شركه حلبيه، يعني شركه بين بعضهم، يعني عم يربحوا قد العالم. تيصير اللاين بنك مصرف لبنان دوله بالاخر. هول المصاري اللي صاروا بمصرف لبنان بدهم اياهم تيثبتوا ليره وتيطبعوا ليره لبنانيه وتيدينوا الدوله اللبنانيه بسندات خزينه. من هيك في كثير مصارف، مش عم بقول كلهم بس كثير، الاكثريه هن اكسبوزد او يعني مكشوفين على سندات الدولة اللبنانية من مصريات العالم. طبعا. وما في حل تيكونوا مصريات العالم يرجعوا لهم إلا ما الدولة تجيب مصاري تترجع تسكر هالمصاري، لأنه اليوم العالم عطيت مصرياتها للبنك، البنك عطيها مصرياته للدولة، مش كلهم يعني بس بارت معين مهم منهم. هول مصاري دولة هلأ بيقولوا إنها مقفلسة مفروض. سو وين المصاري؟ بسويسرا كدولة. سو اليوم منا عم ندعي لخوف معين، لانه اليوم صحيح. اذا مشيت الخطه الاصلاحيه بيرجع بينتعش الاقتصاد، بيرجع بينتعش المصارف. اذا قد ايه متفائل حضرتك مثل ما ماشيين هلا، مثل ما واضح او لانه على التلفزيون؟ لا بصراحه، بصراحة طبعا الشعب بده يفهم كمان. بصراحه بعطيها 10% و90% انه رايحين على أنهيار. طيب اذا رحنا على الخراب استاذ عبد الله، شو حيصير اكثر من اللي هلا صاير؟ اكثر شيء عندي الليره اللبنانيه صارت 4-5 آلاف، اللي معه بالبنك 100 مليون صار بيصلوا 30 مليون ما يعادلهم بالدولار. أكترية مدخرات العالم راح. المصارف مثل ما حذرنا وقت لو أمتي قلنا جاي دور المصارف، المصارف بالمرحلة الجاية كمرحلة أولى، أنت إذا عندك مصاري دولار ما بقى فيك تسحبيهم، بيسكروا، بيصير فيك تسحبي لبناني ولا سقف معين بالقلب. نفس الوقت شو بيصير فيه الموجود شو؟ إذا حدا دولار بالدنيا تضلهم قد ما فيهم ما تفرط على الآخر، يعني نتفة يعني هي بصير تدريجيا، مش دغري رح يكبوا لك اياها. فلتين بالشارع، لانه اليوم نحن للاسف بلد في فقر، في عالم بطاله، في عنا مليونين نازح سوري، في عنا مليون نازح لاجئ فلسطيني بمخيمات معينه. اليوم في كثير عالم تحت خط الفقر، الحل الوحيد تبعهم رح يكون السرقه والخلع والنهب وغيرها. سو رح يبلش السرقات تزيد كثير، رح يبلش الاضطرابات الاجتماعيه تزيد، لانه حتى العالم العادي الموظفين بطلوا عم يقبضوا معاشاتهم او سكروا الشركات. هذا سيناريو اسود بتمنى ما نوصل له، بس المشكله انه اذا رحنا عليه عم نحكي عن بلد صار في جوع، بنفس الوقت اكثر من نص شعبه مسلح. كيف بقدر شوفها ما بعرف، لقدام ان شاء الله ما نوصل لهيدي المرحله، بس بدنا نكون منتبهين. ان شاء الله تمشي الخطه الاصلاحيه، ان شاء الله يكون في قرار انه ما يوقع لبنان، لانه لبنان ما رح يوقع الا بقرار ما يوقع لبنان. اذا القرار الدولي كان انه يوقع، ان شاء الله ما يكون هيك بيوقعوا مثل ما وقعوا غير بلدان كلها، طالما حاطين لك هالطبقه الموجوده حاليا موجوده، طالما الشعب ما عنده القوه الحقيقيه يغيرها حقيقه. القوه الحقيقيه يعني لا مجلس نيابه معه، هن بدهم يعملوا انتخابات نيابيه، لا سلاح، واذا رحنا على سلاح اضرب. اذا واحد بيقول شو الحل بدنا سلاح، لا، ما هو الفريق اللي بالسلطه هو المسلح اكثر شيء. يعني شو بنعمل؟ بنصير مثل اليمن هون، ما بنعود مثل هونيك، بنصير مثل اليمن. سو يعني الوضع كثير دقيق، تنكون صريحين مع الكل، كتير كريتيك. جدا دقيق، بدنا نكون نحن واعيين بهذه المرحله كثير، ونتامل يعني الضغط تبع الثوره وتبع الاحتجاجات تكون بمطرح واحد، انه يفوتوا على السلطه
يكون في هالمجالس الشعبيه اللي عم تنعمل او كل نهار احد ضمن ساحه الشهداء او رياض الصلح ينزلوا يعلنوا شو عم بيصير، ينجبر ينعمل خطه انقاذيه طويله عريضه لحتى ينعمل هيدا الشيء. نتامل نقول يا الله يا رب. يعني هيدي صراحه في سيناريوين، سيناريو جيد سيناريو سيء، سيناريو السيء قلنا شو هو، سيناريو الجيد قلنا شو هو. هلا الاحتمالات اكيد رح تفرق حتى اللي عم يحضرونا حسب انتماءاتهم السياسيه او الحزبيه رح يحكوا حسب عدم انتماءاتهم او تمنياتهم، لانه برجع بقول حلو الواحد يتمنى بس بدنا الارقام قدامنا. الارقام هلا حاليا بتفرجي تدهور خطير رايحين عليه، بس تصير ارقام ايجابيه بتشوفوني معكم هون اول واحد عم بقول لكم نحن رايحين لاكبر فرجه بتاريخ لبنان، بنكون كلنا مبسوطين فيها لانه كلنا بنكون قاعدين بهالبلد ان شاء الله. هيدا اللي بدنا اياه، هيدا اللي بنطمح له، وهيدا اللي الثوار يمكن عم يحلموا فيه. أكيد. ولكن مثل ما ذكرت مش كل شيء بايدنا، في قوه من برا، في قوه حتى من جوا من عدنا هي بايدنا يمكن. اذا كمان شوي يعني نوصل لكومبرومي. اليوم في شيء اسمه فن التفاوض، ما في كل واحد يضله متحجر بموقعه، اذا كل واحد ضله متحجر اكيد هيدا رايحين عليها الخراب اكيد. ومش هيدا اللي بدنا اياه، بيبقى نلاقي الهابي ميديوم، الحل الوسط مثل ما بيقولوا لحتى الشعب كله يكون راضي. اهلا وسهلا فيك، شكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا لكم حقيقه ولهالمكان اللي قدرنا نحكي بحريه وبكل يعني بلا ما نكون في خطوط معينه. طبعا اهلا وسهلا، شكرا لك استاذ عبد الله. احنا كمان خلصت حلقتنا لليوم تمار، انا بشوفك الاربعاء اذا الله راد، وبكره بطلع عليكم مع ديانا. باي حبيبه وباي لك المشاهدين.